السلام عليكم. بعد رفع العراقيل عن مشروع إنجاز المركب الصناعي للمقطورات والرافعات والهياكل المعدنية والبلدية مقرة في ولاية مسيلة، وهذا يعني استثمار كبير وضخم وجميل جدا في الميدان الصناعي، يتم يعني هذا الأسبوع رفع كل هذه العراقيل اللي كانت تم يعني كانت واقفة ضد هذا المستثمر لسنوات. يعني بعد هذا كل هذا يعني التأخر في انطلاق المشروع هذا، تم منح المستثمر هذا كل قرارات نتاع الاستغلال اللي تسمح له بالمضي في تجسيد هذا المشروع الضخم، واللي يتربع على مساحة 8000 متر مربع، وتصل قدرته تكلفته يعني تكلفة الإنجاز إلى 172 مليار سنتيم، واللي حتما سيساهم في تطوير القاعدة الصناعية لولاية مسيلة، وكذلك يسمح بتشغيل أكثر من 120 عامل مباشر بدون ما نحسب حوالي 2000 عامل غير مباشر اللي سوف يخلقها هذا المشروع الصناعي الطموح. إذن نتمنى إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.